عندك اخ. صباح الخير. صباح النور. شو شايفك لحالك؟ وين نصك الحلو؟ قصدك الهام؟ ايه الهام، الي زمان ما شفتكم مع بعض. يا سيدي ايهاب اخذ لك كل وقتها، ما عادت فضيت لحدا. على اساس تحكي مع قرايبها، ليش ما حكيتي؟ حكيت، مين قال لك ما حكيت؟ بس هذا ايهاب مسيطر على عقله تماما. يعني ما صدقت اللي قلتي لي؟ كل واحد بيحكي على ايهاب معناها غيران منه، هذا رايها. ايهاب بالنسبه لها الصفاء، النقاء، تصور البراءه. لا ستي، لازم تعرفوا على حقيقته. امسكي. شو هاد؟ هذا شريط سجلت له اياه وهو عم يحكي على الهام من دون ما يحس. برافو عليك يا مجد، لانه ايهاب انسان مستهتر ولازم نحطه عند حده. بتعرفوا بنظاراته مين بتشبه؟ بتشبه اوليف. بتعرفوها؟ هي حبيبه باباي تبع افلام كرتون. بس بتعرفوا، واحد يقول الحق يعني يخلص ضميره يحكي معه والعليه، بس تلبس تتهندس منيح تطلع بتشبه مين؟ بتشبه خدامات الاكابر. ليش بتحملها؟ ايه عندها خال عسل، كتلة دولارات متحركة، وفوق هيك اعزب. الهام انا اسفة كتير، حاولت اني صحيكي من غير ما اجرحك بس ما مشي الحال، منشان هيك اضطريت اني. ما تعتذري ولا شي مها، بالعكس انا اللي كان معمي على قلبي. شكرا لك ولمجد، بس أنا بدي أطلب منكم شغلة. شو هي؟ بدي إنه موضوع الشريط هاد يضل سر بيناتنا. ولو يا إلهام، نحن أخوات، ليش هيك زعلاني؟ والله ما بيستاهل. مو طبيعي شو نادل هالبني آدم، عن جد ماني مصدقة. لك وإيهاب جاي ناحينا. مها ما بدي أحس إني متضايقة. بتعرفي شو، تركينا لحالنا شوي. أوكي برجع بشوف. أهلين مها. هلا. اشتقت لك. شكرا. شايفة هاي الوردة؟ هاي كان لونها أبيض، بس لما شافت هالعيون اللي بيفلجوا ليكي صار لونها زهري. يعني هي إلي. طبعا حبيبي، لأنه الوردة أحلى محلة إلى. وين؟ وين؟ على شجرة الوردة. هاي شبك؟ شو كان أخذني؟ لأنك ما عرفت تمسكها منيح وقسيت عليها بإيدك. خلاص المرة الثانية بنتبه. ما بتستفاد شي، لأنه كل وردة وإلا شوكة. حياتي إلهام، تركينا من الشوك وخلينا بالورد. تعرف إنه في ورد بيستغل شكله الحلو ليجذب الحشرات ويقتلهم ويلتهمهم؟ إلهام، أنت ليش حابة اليوم يعني تقلبي الدنيا نكد؟ أنا كل ما قلت لك شي حلو بتورجيني وشه اللي بشعله. حبيبي أنت اللي ليش عندك لكل شي وشين؟ عكلنا أنا كنت عم بمزح معك. خلص بقى لا تضايق، قوم نتمشى. تروحي نتمشى برات الكلية؟ لك أنا معك بروح وين ما كان، بروح وأنا مطمنة وبدون نظارات، هم لأنك رجال وشهم. قومي حبيبي. يلا حياتي. شو خنصة؟ لساتك على قرارك؟ لازم أعمل هذا الشيء، بعدين كان لازم يصير من زمان. يا ربي ما عم بفهم ليش؟ ليش؟ يا حبيبتي يا إلهام، الفرصة بتجي مرة واحدة بالعمر، أبو العز فرصة كبيرة لإلي، إذا ما استغليتها هلأ ما رح أقدر استغلها. هي غريبة؟ ما أنا غريبة، بس أنت تروحي لعنده لا. مشان الله إلهام، هلأ كلمتين تانيات بغير رأيي، أنا مخي كلياته جوزتين بخرج. برجع بقلك هو اللي لازم يجي يطلبك. حبيبتي هي الشكليات ما بتعنيني، بعدين إذا ما رحت جريته جر ما رح يجي لعندي. تروح شو بعمل لك؟ وحدة عم تغني على موالها. سلامتك عمو. في شي عم يوجعك غير راسك؟ شكرا
دكتور انسه الله يعطيها العافيه، نزلت بالانقاض وطلعته، لولاها ما كان قدامكم هلا عايش. يا انسه يا انسه انا بشكرك، الله يعطيكي الف عافيه، انا منتكبه عمر ابني. ولو يا خالته هذا واجبنا، الله يعافي عمو. الله يسلمك، شكرا لك. شكرا لك. كل شيء انتهى، خسرت كل شيء. يا الله شو محتاجة صدر حنون حط راسي عليه. ابكي ابكي. شبكي بابا؟ ممكن استعير منك بابا القديم شوي؟ ليش؟ لأنه محتاجة لصدر حنون، ابكي عليه. بعرفك مين انت؟ هاي فكرتك ابو العز. مرحبا خالي. اهلا. هون بيت ابو العز؟ ايه هون. ممكن اتفضل؟ انا خنساء. تفضلي. خدي لنا طريق خالي. اتفضلي. بابا حبيبي انت تعذبت معنا كثير. بتعرف شو؟ نحن ما حسينا بقيمتك غير لما فقدناك. فقدنا معك الاحساس بالحب والامان والراحه. يا الله شو تعذبت مشاننا، تعذبت لحتى تخلينا بنات منرفع الراس، بس نحن خيبنا أملك. لسه بدكم وقت طويل لتعوضوا يا بنتي. أنا فنيت عمري وحياتي كرمالكم، مستحيل فرط بهالشي تحت أي ظرف. طيب والتغيير اللي صار بشخصيتك؟ هذا كان درس لكم لتعرفوا اللي بيربط بيننا هو الحب مو المصلحة. لو كل واحد منا يا بنتي فكر بمصلحته الخاصة هذا البيت كله رح يندم. يعني انت ما تغيرت ابدا؟ ولا يمكن اتغير، انا لطفي ابن الكعيان وبيت الكعيان ما بيتغيروا. يا الله ما بصدق قد رح يفرحوا اخواتي بس يسمعوا الحكي. لا ما بدي تجيبي سيرة لهم نهائيا، خليهم يتعلموا من هالدرس. مزبوط، بعدين بنحكي لهم. وعديني ما تقولي لهم. بوعدك. وعديني كمان ما تعملي أي تصرف أرعن بالمستقبل. بوعدك كمان. أوعيك. أوكي. ألو إلهام، شلونك؟ أنا بالمشفى. بالمشفى؟ شو صار لك؟ بابا ريحان بالمشفى. خير؟ شو فيها؟ شو فيها؟ إيه؟ لك خبريني شو في؟ بابا ما في شي، زيارة عادية. أعطيني أحكي معه، أعطيني أحكي معه. لك يا ريهام بابا مو مصدق انه ما فيك شيء، خذ احكي معه. الو. ايه بابا طمنيني شو في. ايه علاء وانيس معك؟ ماشي الحال بابا ماشي.
بابا هلا اعطيني الهام بدي احكي معها. طيب بدي تحكي معك، امسكي. ايه هقلو الهام، في خبر ما حلو بس لازم اقول لك اياه. علاء وانيس مسافرين لبرا. مين قال لك؟ علاء. مع شاكيرا ما هيك؟ لك لا لا، شاكيرا ما دخلها اصلا، طلع انيس مو حاططها بباله بنوب. انا رح اتصرف، كل هالمصايب من الندى الايهاب. يلا باي. قبل شوي كنت عم توعديني انه ما عاد تتصرفي تصرف فرعان. بابا بس هالمره سامحني، هالمره لازم روح. انا ماشي، يلا باي. اول مره بيكون بهيج على حق، فعلا ما في امل. انيس دخيلك الحق لإلهام. شبه إلهام؟ هلا حكيت معه كانت معصبه كثير وصارت تسبه لإيهاب، بتكون حملت حالها وراحت على الكنديه تعمل له قتله. لك ليش شو سوا؟ لك يا اخي لسه عم تسالني شو سوا؟ روح لك حق للمخلوقه، هلا بتضربه وبتقتلي فيه. لك ان شاء الله بتكسر له راسه، انت ليش زعلانه عليه؟ لك والله مالي متضايقه عليه، بس اختي وبعرفها يلي بتضربه ما بتصيبه، هلا بتبتلي يا بعميد الكليه يا بطل الكليه. مزبوط، عن اذنك. علاء؟ ما تحكي هون تمي، انا سمعت كل شيء حكيتي للاستاذ احمد. والله العظيم بقول لك ما تحكي شيء، اي شيء بدك تحكيه هلا رح ينزل حكي لي قلت عيونك، لانه العيون اصدق من اللسان. شوفي خالتي ام ابو العز، بصراحه نحن سالنا عنكم عن وضعكم والكل مدح لنا فيكم ما شاء الله، وكان وابنك ابو العز كمان الكل مدح فيه، ابن بيوت وبيور وابن بنين، وبصراحه ما حدا حكى عنه بالعاطل. الله يعزك يا حبيبتي. خالتي ام ابو العز بصراحه يعني قصه الجواز شغله ما بمزح فيها، بلا منقوديه يعني بلا مؤاخذه، يعني القصه فيها مستقبل اطفال واع وويع مثل ما بتعرفي، يعني العريس كثير رح يتعذب في طبخ ونفخ وجيب اغراض بتعرفي الى اخره من القصص، لذلك البنت ببساطه لازم تحكم عقلها منيح وتعرف تختار الشاب المناسب. صح تقبريني؟ صح. بتعرفي خالة الحياة تفرض على الفتاة على البنت يعني انه تطلع وتفوت وتشوف شباب كتير، وبالاخير لما بتنوي تستقر طبعا لازم تختار الشاب اللي مسموعياته منيحة ونظيفة وبيخاف الله. ونعمة بالله، بس ما فهمت عليك شيء لحد هلا. تقبري قلبي، انا ما بحب اخذ واعطي كتير وطول بالحكي، يعني ببساطة بصراحة خالة انا طالب القرب منك بابنك ابو العز، ولا تخافي خالة، لا تخافي ابدا، مقدم مؤخر كله موجود، نحن قد وزيادة خالة، ويومين ثلاثة ان شاء الله مشان الشكليات الوالد تعبان شوي، يومين ثلاثة وبيجوا بيخطبوا رسميا لابو العز. وينه العريس؟ بدنا نشوفه، يعني حابة اشوفه وينه. ولا تقلقي خالتي ام ابو العز على ابو العز، تقبري قلبي رح احط بقلب عيوني من جوا، انا عيوني كبار بساعة تقبري قلبي. اجا ابو العز. ياي ايه خالي، هي اجا العريس، قومي اسالي تقبري قلبي اذا موافق ولا لا. قومي. انا بسوي لكم قهوه. شو قهوتك انسه خنساء؟ ليش تقبرني ما بتعرف؟ بلا. الو مرحبا ايهاب، معشو بتجمع كل شي رفقات بنعرفهم بالجامعة وبتخبرهم عن خطبتنا، وانا نص ساعة بكون عندك مشان نحكي كلياتنا سوا، اوكي؟ اقبر قلبي على هالمشية. تفضلي يا مو. لا تقبريني لانه ضغطي صار مية. يبعت لي حمى معك الضغط؟ يبعت لي حمى يا مرت عمو يا خالتي يا ام ابو العز. تقبري سلامتك يا مو. سلامتك. الله يسلمك، لو مبيت لكم استخارة. ايه تقبريني، الله يخليكي، شوفي لنا حظنا اذا ضاوي ولا ما له ضاوي. الله معك يا مو. على قامتي. بهيج انا غلطت بحقك. وانا ماني احسن منك، انا غلطت كمان. ما اختلفنا، بس لو شو ما عملت انت انا ما كان لازم اغلط، بس بتعرف انه الحق عليك. بشو؟ كان لازم تمنعني توقفني عند حدي، لك مو انت الرجال؟ ايه والله صحيح انا الرجال. كان لازم تضربني، لك تشلخ لي حناكي، تشدني من شعري، تعمل اي شيء لما كنت اغلط. انا اضربك؟ انت فيكي وش؟ ايش واجذب لمد ايدي عليكي انا ولو بالمنام؟ بعرفك انا كعيانو كعيانو. اوف وليش بقى؟ ايه صحيح انا ما متت، بس ما شفت اللي ماتوا، ما شفت ابو العز، يا عينتين عليه شو صار فيه. مجرد دق الباب، مرور طريق، سؤال، عينه هيك راح يركب بدل اسنان، نظره راح، الله يعينه. لك ايه بهيجو، بس انت جوزي. شو عم تحكي؟
برافو والله، ذاكرتك سارة قوية كتير. ايديك ايديك. شو خبرتهم؟ خبرتهم كلياتهم، ليكن ناطريننا. كتير ممتاز. الله يبارك فيكم يا رب. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. إيهاب حبيبي سوري بس سلتت كندرتي. سوري. هاي شباب. هاي. حب أعرفكن على أحط وأندل شخص أنا شفته بحياتي. هذا الشخص اللي بيعتبرني أوليف، بيعتبرني خدامة الأكابر، أنا اللي ما بشوف بالنظارة، أنا برفض أربط مصيري بمصيره. إلهام شو عم تحكي أنت؟ ما عم بحكي شي حبيبي، ما عم بحكي شي، لأنه كرمال مصلحته ركض وراي كرمال المصاري، وهذا أكبر دليل. نزلت حالك لكندرتي كرمال مصلحتك، خليها عندك لأنه نجستها بإيديك، تعرف؟ ولا إلك واحد مثلك ممكن يبيعها. بهيج. اي بهيج. ولك شبك؟ انت شبك؟ بشو سارح؟ ماني سارح بشي، بس هون موقع مغري شوي. يسترى اختك، خلينا نمشي. يلا تعي. حبيبي شو قصدك؟ ليش هيك عم تحكي؟ ما في شيء، بس يعني انا صاير فيني مثل اللي كان يدخن وترك الدخان، بس يشوف سيجاره بيخرم عليها. وانا هيك يعني صحيح تركت الانتحار، بس هذا الموقع هيك فتح لي شهيتي على الانتحار. يستر عرضك لا يفتح لك شهيتك. هلا وين بدك نروح؟ نروح لعندكم على البيت. شو هودعكم؟ تودعنا؟ يعني عن جد مسافر؟ ايه طبعا مسافر. ما دخلني، ما بتسافر رح تطلقني. امي الطلب ياخذنا عيونك، بكره بطلقك مني. لك انت واشش بهيج واشش، بالله تطلقني بتقلي ايه بطلقك؟ لازم تقلي بقلعة عينك ما بطلقك، تمسكني تمسفني كفين على خليتي تربيني فيهم يا زلمه، مو قلت لك تصير رجال؟ شو اسمه شو ما محمول انت ايه؟ خلص خلص خلص، لا فهمت عليكي. ها عم تضربني؟ والله مو انا، حدا لاعب لي بايدي. لك حبيبي بالعكس، لك تسلم هالايد. لك الله يرضى عليك يا حبيبي يا حياتي. يا عمري. يا هيك الزلم يا بلا. شفتي؟ راسي بلاي، راسي عبيت اهلك، تعي لشوف. الهب! والله لربيكي والله. سكوني يا سكوني 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 خلص إلهام. Get out. شباب ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء. سلمية. شلوني حبيبي؟ كفو حبيبي، دبر قلبي كفو. شرف. علاء. الله يوفقك لا تسافر. ريهام، ريهام كم مرة بدنا نحكي بالقصة؟ يعني الموضوع ما عاد بإيدي بصراحة. لك عم بيد مين يعني؟ يعني أنا وأنيس مخططين لهي القصة من زمان ومقررين، كيف بدك يعني بآخر لحظة إني انسحب؟ يعني ما حلوة، شو بدي أحكي علي؟ إلهام تقنعه لأنيس؟ طيب على فرض إلهام أقنعته لأنيس، وبهيج؟ بهيج بصراحة إذا ما بيرجع لليلة بدنا نسافر، يعني آسف. هلأ بهيج صار له قرار؟ سبلي. شفتي؟ حاضر ابن عمي. بوسي لشوف. الله يرضى عليكي، الله يرضى عليكي. سبلي. تعلم علاء، تعلم. اخرسي اخرسي. مرحبا يا جماعة. شو بك إلهام؟ ليه عم تبكوا؟ لك ما في شي، ما في شي، بس كنا عم نسمع فريد الأطرش. آه. شو هاللمة الحلوة؟ أكيد خالي رح يطير عقله بهالمنظر. مزبوط كلامك. يلا يا جماعة يلا. بهيج إيهاب قتلت لك يا قتلي حشكولك، شفيت غلي منه. وأنت؟ أنا وراي هون اخت الرجال هي الابضاي بعثت له اياها. خدامتك ابن عمي. بس وليك ولا حرف. ويك 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 ويك. أهلا عمر. تعي
اطلعي انت وقفي جنبي وخليه هو ينقي مين بده فينا. ما في شرط. لا 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 يا ابو لطفي، ليش عصبت هيك على عمي؟ مالك حق فيها، هي المنافسه شريفه، في مين راح يختار؟ قوم معي لقلك. شبك ابي شبك؟ حاسس حالي مثل المجندين قبل الفرس. لا تخاف انا فيشك ابي، تعال معي تعال. جينا جينا وجينا، جبنا ابو لطفي وجينا احلى ابو لطفي. ابو لطفي من عنا وياه. ست لواحد، هي ابو لطفي عقيد جولة الفحل، وهي ابو كارلوس عقيد سان باولو، اختاري. يعني انا بختار ابو لطفي. ليلى ليلى، انت بتفهمي انجليزي؟ هيك بيولولوا بالبرازيل؟ طبعا هيك بيولولوا، طبعا مفلوه ولولوا. شكوا معي العجيب يا شباب. السلام عليكم. عليكم السلام، شكرا. عقبال عند اولادك. بدك تقبريني، شفتي بابا قديش مزوي؟ تقبريني انتي المزوقة. في لك يا جدي. بوس لحق حالك. يا مستعجل. شيخنا دور قلبي، بدك تجوزني انا وابو العز. تفضل 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 شو تفضل تقبرني. اهلا وسهلا. السلام عليكم. تقبرني مو هون، ابعث لي هم هون. السلام عليكم. مو هون تقبرني، مو هون ابعث لي هم. تفضل تقبرني. اهلا وسهلا. تفضل تفضل هون. لا تقبرني، ابعث لي هم. السلام. ابو العز. السلام عليكم. مرحبا يا جماعه، مرحبا. ولا شيء عم يمزح ابو العز. السلام. عود اهلين. تعا بابا عود، ما حد يدبرني. تعا. السلام عليكم. هاي تقبريني عم تعيد. عليكم السلام. السلام ابو العز. نهنه من اوله. بتمنى اكون معك بهاللحظات، بس بعرف انه بناتك بيتحسسوا مني. بس تذكر دائما انه قلبي معك وروحي معك. لطفي انت حبيبي.